أول شيء نبدأ به ومهم جدا ربما سيفاجئ المستمع الكريم هو أن بدون زنك أو بدون كمية التي يطلبها الجسم حاسة تتعطل حاسة الشم وحاسة المذاق. سبحان الله. فهو يحسن اللي كنسميه احنا الاوبتيمال هذه يعني يحسن ويجعلها يعني قصوى يعني هذه حاسة الشم وحاسة المذاق. يعني هو مساهم فيها. نعم هذه يعني معروفة الزنك عندنا في لدينا في يعني في دور الزنك في الجسم معروف عندنا أن أول يعني الأهمية القصوى هي أنه حاسة يقوي حاسة وحاسة يعني المذاق. ما يعني هو يقي من هذا الكولز هذه الإصابات بالبرد المترددة إنك اللي كيتروح ثلاثة المرات في أربعة في شهرين يعني وفي شهر. طبعا أنا دكتور سأقاطعك الآن أنا مصابة بالزكام يعني عندي نقص في الزنك. لا كاين فيروس وكاين نقص في الزنك. نعم. وهو يساعد على هذا يعني هذا لما ينقص الزنك يصبح الشخص معرض بسهولة يعني يصاب بزكام بسهولة يعني هذا هو المرض تعود ثم يعني الشهية كذلك هو يعني لما ينقص يعني الزنك في النظام الغذائي أو في الجسم يفقد الشخص الشهية هذا مهم جدا كذلك بعد يعني عدم النمو عند الأطفال ويساعد على نمو الأطفال خصوص طول الطفل يعني كنلاحظوا الآن على أنه كنظن في الميدان الطبي الإخوان يعرفون هذه الأشياء هذه أكثر من الناس العاديين والعظام الأطفال الآن يعني عندنا معدل كبير وعند نسبة كبيرة أن عظام الأطفال الآن لا تتناسب مع أعمارهم. أكيد. الطفل مثلا عنده 10 سنوات ولكن العظام ديالو عظام 6 سنوات. سبحان الله. وهذا نعم لأن تصلب أو يعني هذه العظام هي فيها أملاح معدنية من جملة الحديد والزنك والكالسيوم والفوسفور ومعادن أخرى ويعني كما تفضلت في المقدمة هو الزنك يساعد على تكون الكولاجين. نعم. الكولاجين هي التي تربط كونكتيف تيشو هذه هي التي تربط الأعضاء وتربط العضلات على الخصوص هي الكونكشن هذه ثم عامل آخر لاحظوا الناس على أن هذه الأعراض هذه كلها الآن حاصلة في المجتمع. نعم. هو الديبريشن هو التوتر العصبي هو العليين والتوتر العصبي المعروف عن التوتر العصبي أن يتسبب فيه المغنيسيوم يعني نقص المغنيسيوم ولكن الزنك كذلك يسبب يعني نقص الزنك يسبب كذلك الديبريشن هذه يعني هذه يعني التوتر العصبي او القلق. نعم. هذه عليين هذه الاعراض يسببها الزنك ولكن قد تسببها بعض الفيتامينات وقد تسببها املاح اخرى. نعم. باش ما نكونوش لما نتكلم عن يعني معدن او نتكلم عن عنصر غذائي فيجب أن نأخذه في إطاره العام داخل الجسم وهو لا يعمل لوحده الزنك لا يعمل لوحده كيف يعمل داخليا فيزيولوجيا في الجسم الزنك كما تفضلت في المقدمة يعني هذا هو يحفز أنزيمات هذا هو الدور دياله الدور الأملاح المعدنية وهو داخل في الإسانشيال نوتريانس مايكرو نوتريانس وداخل في معنى إسانشيال يعني أن الجسم يجب أن يحصل عليه من خارج يعني عبر التغذية لا يمكن هذا الإسانشيال داخلي مع بعض الحمضيات الأمينية ومن الفيتامينات ومن أملاح معدنية مثل السيلينيوم اللي تكلمنا عليه مثل هذه أشياء هي داخلة في الإسانشيال يعني أن الجسم لا يقدر على تمثيلها من الحمضيات الأمينية وبعض الحمضيات الدهنية من الفيتامينات يعني من الكولين من التريبتوفان من السيرين من الميتيونين من هذه كلها أشياء الجسم ما كيكونهاش يعني كناخدوها من التغذية. هذا مكون الزنك هو يعني يحفز أنزيمات علي عديدة هو أول معدن لمكلاس يعني مصنف عندنا رقم واحد في ما يخص عدد الأنزيمات هو الكالسيوم ثم المغنيسيوم والمنغانوس ثم الزنك والسيلينيوم كذلك ولكن السيلينيوم يحفز الأنزيمات التي تخرج السموم من الجسم البيروكسيدايز والغليتاتيون أوكسيدايز وما إلى ذلك هذه يحفز السيلينيوم لذلك نتكلم عن هذه المعادن لأن لها أهمية قصوى ولا يمكن أن نأخذ مثلا زنك هكذا على شكل خالص شخص يمشي يشتري زنك من صيدلية ثم يأخذه ثم يقول نعم يعني عندي هذه الأعراض هذا لا يمكن من المستحيل ولذلك أنا كنت دائما أحذر
الناس لا يتأثروا بالمعطيات في الانترنت. أنا شخص يدخل الانترنت ثم يكتب زنك ويبدأ يقرأ على الزنك، نعم المعلومات نعم كمعلومات نعم، ولكن أن يعمل بها الشخص فهذا خطر، لأن العلم يبقى دائما يقترن ويعني يقترن بالعلماء، لا يمكن أن أخذ العلم هكذا من الكتب. فهذا الزنك يحفز أنزيمات، وبدون أنزيمات الجسم لا يحيى. احنا تكلمنا في حلقة على الأنزيمات يعني في القناة وفي في الإذاعة الاثنين، وأن هذه الأنزيمات هي التي يحيى بها الجسم. لا يمكن الجسم أن يأخذ طاقة أو أي مفاعلة كيماوية داخل الجسم، لا يمكن أن تقع إلا بالأنزيمات. لما تكبح هذه الأنزيمات يعني تنهار صحة الشخص ويصاب بأمراض، منها الأمراض المناعية. من الأمراض المناعية هو الزنك يدخل في الأملاح التي يجب على الأشخاص لعدم أمراض على مستوى الجهاز العصبي وأمراض المناعية. معنى الأمراض المناعية، أمراض مناعية وأن خلل داخل، خلل فيزيولوجي، خلل في مناعة الجسم، أن هذه الخلايا تفقد برمجتها وتصبح هذه الخلايا تتضارب مع بعضها البعض يعني على مستوى الدم وعلى مستوى كذلك بعض يعني بعض الأعضاء. هذا من جهة. أنا النقطة الثانية هو أين يوجد هذا معدن الزنك. ولذلك أنا قلت أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المواد الغذائية على وجه الأرض، وأن هذه المواد الغذائية تتنوع وتختلف، وأن لكل مادة سر في هذه في التغذية، أن لكل مادة سر، ليس هناك غذاء بدون سر. أي شيء نأكله مثلا من الطبيعة فيه شيء للجسم. لماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى خلق الجسم يحيا في الأرض، خلق الإنسان يعيش في الأرض، يحيا ويعيش في الأرض، وخلق له في الأرض بما يعيش لكي يبقى يعني بصحة جيدة. على الأقل يعيش هذا العمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى، أن يعيش عيشة جيدة، يعني جودة العيشة تكون جودة جيدة، يعني تكون يعني بدون أمراض، بدون يعني تصفية الدم، بدون سرطان، بدون حساسية، بدون أمراض القلب والشرايين، يعني بدون أن ينزع، حتى بدون أن يزيل بعض الأعضاء، يعني مثل الغدة الدرقية أو مثل حتى يعني المرارة. نعم. المرارة أو بعض الأعضاء الأخرى، يعني عند إزالة الأعضاء أصبحت يعني في الطب شيء عادي جدا، شيء عادي حتى أن حتى الأمعاء ممكن أن نعيش بدون أمعاء، ممكن أن نعيش بدون معدة، وهذا لا يتناسب مع الناموس الكوني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يعني للإنسان. يوجد في المواد الغذائية التي قل ما يتغذى عليها الناس. ولو أن لدخلوا الناس الشبكة العنكبوتية قد يلقوا الكبد، قد يلقوا الكالفس ليفر، يعني كبد العجل، قد يلقوا هو أول مصدر. هذين أنا يعني الناس حتى المعطيات الانترنت نوجههم كيف يأخذ، ولكن كبد العجول الآن مع التسمين ومع المواد التي يأخذها البقر الآن أو الهرمونات، فربما الناس يتهورون مع هذه المعلومة إذا وجدوها على الشبكة العنكبوتية. ولكن كبد العجل المسروح الذي يسرح، الذي يأكل الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى، نعم كبد العجل وحتى كبد الغنم المسروحة التي تتغذى طبيعيا، نعم مصدر جيد للزنك، باش ما نكروش المصادر، ولكن نعطيه معلومات حول هذا المصدر لكي لا يتهور الناس، يعني يقرأ واحد الخضرة مثلا في الانترنت بأنها جيدة ثم يمشي يستهلكها بكثرة على أساس وهي هي مغيرة وراثيا أو فيها مبيدات. فيجب أن نكون صريحين مع الناس وأن نبين لهم وأن نوضح. إذا كان كبد العجل وحتى كبد الإبل وحتى كبد الأغنام جيدة، ثم المصدر هو الفطريات كذلك مصدر الزنك، منها الكنأة ومنها فطريات أخرى، يعني هذا المشرومز.